ألف مبروك يا حبيبي. خلي بالك خلي بالك لا تتكهرب. كهرب ايه؟ ده كان زمان، ما خلاص زمن الكهربا ولا. يا جماعه القياده العليا مبسوطه قوي بالمجهود الجبار اللي انتوا بذلتوه السنه اللي فاتت علشان ترجعوا التيار الكهربائي الى معدلاته الطبيعيه. وانا يا فندم كوزير للكهرباء قمت باقصى جهد عشان اوفر الكهرباء وخليها تتقطع 3 مرات في كل بيت كل يوم بدل ما كانت بتتقطع بالشهور. والله برافو عليك برافو. وبالنسبة للست الموارد المائية يا فندم، أنا زرت بنفسي دول ينابع النيل وتوصلت معاهم لاتفاقية عبقرية. والاتفاقية دي خير؟ هيزودوا لنا مية النيل؟ نيل إيه حضرتك؟ لا ده أنا حتى قلت لهم يبنوا السدود اللي هم عاوزينها، وإحنا هنمد خط أنابيب للمية أشبه بخط أنابيب البترول كده من عندهم، ونبني بقى سعادتك على مدد الشوف وانت ماشي على الكورنيش كده محطات للمياه اشبه بمحطات البنزين، وانا بقترح بعد اذن سعادتك يعني نسميها انزرش، وكل مواطن هيمون 5 لتر في جيركن تسلمه له الحكومه بنفسها نظير الشرب. طب بالنسبه للاستحمام والنظافه دي حاجه ما تفوتنيش يا فندم، كل عيله هتاخد بول تغطس بيه في محطة المية وياخدوا شاور جماعي في بقى تصبين وتليف وتشطيف. وبالنسبة للداخلية ايه بقى؟ تمام سعادتك يا فندم، بعون الله الامن مستتب. واحب اطمن سعادتك ان الجريمة الايام اللي فاتت دي كانت قل عن معدلاتها الطبيعية تماما يا فندم. البانجو، المخدرات، التثبيت، القتل، سرقة العربيات، سرقة الشقق، هي دي سعادتك الجرائم اللي مش قادرين نسيطر عليها، لكن بعون الله باقي الجرائم يعني نكاد نكون سيطرين على جزء منها. والله برافو عليكم. انا بس كنت عايز اقترح على سيادتك موضوع صغير كده. اتفضل. انا كنت بقترح سيادتك ان احنا نعمل اوفر للمجرمين يعني زي محلات التيك اواي. اوفر ازاي يعني؟ هنوصل الجريمه لبيوت المواطنين ديليفري يعني؟ لا لا يا فندم ما اقصدش سيادتك، انا اقصد يعني ان احنا نعمل فتره سماح للمجرم، نقول مثلا 5 جرائم. في الجريمة السادسة نبتدي سعادتك نخش احنا ونعمل شغلنا، نقفش وننفخ سعادتك. ننفخ المجرم سعادتك يعني. كمان سعادتك بالنسبة لموضوع البانجو والمخدرات دي أنا بقترح يعني بقترح سعادتك إن احنا نوزع على الشعب كميات محددة على بطاقة التموين، وهو كده الشعب يتكيف ويهدى.